ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، قد سردت عليكم دعائم الإيمان وأركانه مجملة، ودعائم الإيمان كلها متلازمة أشد التلازم، لا يجوز التفكك فيها ولا التجزئة أبدا. العقيدة الإسلامية لا يقبل فيها التجزئة ولا التفكك، لأنها وحدة مترابطة أشد الارتباط، كما أن الدين الإسلامي عقيدة وشريعة لا يقبل الانفصام أبدا. اسمعوا إلى قوم شعيب، حيث فهموا من دعوة شعيب أن دينه مكون من عنصرين اثنين، على العقيدة وعلى رأسها التوحيد، توحيد الله تعالى، والشريعة المتمثلة في التعاملات بين البشر. قالوا له في تبجح وعنهجية ساخرة مقيتة، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فصلاة شعيب تقتحم مجالين من مجالات الحياة: العقيدة المتمثلة في التوحيد كما ذكرت، والمجال الثاني المعاملات، تعاملات الناس فيما بينهم، تنظيم العلاقات المالية، تنظيم العلاقات الاجتماعية، والمسائل الحربية والسلمية، كل ذلك وزيادة. بينما في الجاهلية تكون الحاكمية للبشر بخلط شيء من التشريعات البشرية، بخلطها بشيء من التشريعات الإلهية، أو من دونها بنبذ التشريع الرباني جملة وتفصيلا. ويقول الله تعالى منددا لمن يفعل ذلك: أم لهم شركاء، سماهم شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ربنا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إيش معنى قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ لنسمع إلى الإمام البغوي يقول في تفسيره: أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم، وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد،
أخبرنا عن الشاة، أخبرنا عن الشاة التي ماتت، من قتلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. قالوا: أفتزعم أن ما قتلته أنت وأصحابك وما قتله الكلب والصقر، يعني كلب الصيد، حلال وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله هذه الآية. ثم قال البغوي: وإن أطعتموهم في أي شيء؟ في أكل الميتة؟ لا، قال في تحليل أكل الميتة، في تحليل أكل الميتة التي حرمها الله، إنكم لمشركون. قال الزجاج، وهو إمام نحوي مفسر توفي سنة 311، يقول: وفيه دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك. لا يصلح دين ولا إيمان تشوه عقيدته أولا، ثم تفصل الشريعة فيه عن العقيدة، أو تحصر في أضيق نطاق، في نطاق الروحانية مثلا، كما حصل في الكنيسة منذ نشأتها حتى نسبوا إلى عيسى عليه السلام أنه قال: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وأعطوا ما لله لله. ثم أضفوا على الحاكم هالة من القداسة والتقديس، أو تحصر الشريعة في نطاق من الأحوال الشخصية أو ما أشبهها، كما هو الحال في معظم بلداننا. الدين الإسلامي منظومة ثنائية الكون، ثنائية، عقيدة وشريعة. واسمع إلى هذه النصوص في كتاب الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذه عقيدة متمثلة في عبادة الله وحده، إنه لا يحب المعتدين. ثم قال بعده مباشرة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه شريعة. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه عقيدة. قد جاءتكم بينة من ربكم، ثم تأتي الشريعة: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه شريعة. كل هذا عقيدة وشريعة. من الذي يرسم للبشرية منهج الحياة؟ من الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا طيب وهذا خبيث، هذا حسن وهذا قبيح؟ إنه من جهة حق الإله الحقيقي، حق الإله الحقيقي على عباده، وليس حق الآلهة المدعاة. فبما أنه الخالق فهو صاحب الأمر، وذلك أمر بديهي لمن آمن بالله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل هذه ربوبية، ما الذي يترتب عليها؟ ما الذي يترتب على التسليم بربوبية الله وخالقيته؟ قال: ألا له الخلق، المتمثل في هذه المذكورات، والأمر، فهو صاحب الأمر. ولهذا صدق الشيوعي وهو كذوب، حيث قالوا: إنما يحكم من يملك، إنما يحكم من يملك، وإن كانوا يقصدون الرأسماليين، ولكن المالك الحقيقي هو الله، ولا ملك لمن سواه إلا تجوزا. ثم من جهة أخرى هو حق العليم الخبير، وليس حق الجهال المحدود الآفاق، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالتوحيد الذي هو رأس الإيمان يشمل العقيدة التي بها تستقيم النفس، ويشمل الشريعة التي بها تستقيم الحياة. خذ مئات من التشريعات، مئات من التشريعات التي شرعها البشر، وانظر آثارها، ولا تغتر بمظاهرها الخلابة اللماعة، الجنون والقلق والأمراض النفسية والعصبية والانتحار وإدمان الخمر وإدمان المخدرات والجريمة وتشرد الأطفال وجنوحهم إلى جانب الفردية الجامحة وتفكك الأسر
وتفكك الروابط الاجتماعية وقتل المشاعر الإنسانية وتحويل الإنسان إلى حيوان آلي تدير نصف حياته وتدير نصفها الآخر الشهوات. وبالمناسبة نشرت دراسة لانسيت وهي من أعرق المجلات الطبية جاء فيها أن الكحول عامل خطر رئيسي للوفاة والمرض ويرتبط بحوالي 2,800,000 حالة وفاة كل عام على المستوى يعني العالمي، وهذا على الخط العريض. أما في ألمانيا وجاء في دراسة حديثة هذه السنة، خرجت هذه السنة، 1,600,000 ألماني يفرط في شرب الخمر، 1,700,000 مدمن في ألمانيا، 74,000 حالة موت بسبب الكحول في ألمانيا، 40 مليار يورو تنفق سنوياً في معالجة الأمراض والأضرار التي تنشأ عن الخمر، 13,000 حادث سير بسبب الكحول، أكثر من 200,000 حالات الشبهات الإجرامية تحت تأثير الخمر. هذا فقط في الخمر. أما الجنس، الجنس قالوا أكثر من 1,000,000 حالة جديدة لمرض منقول جنسيا يوميا بحسب تقدير منظمة الصحة العالمية. الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 يكتسبون نصف الأمراض الجنسية المنقولة. واحدة من كل 4 مراهقة نشطة جنسيا لديها الأمراض المنقولة. هذه بعض حصيلة التشريعات البشرية التي تبيح كل ما تشتهيه الغوغاء من الإباحية والانحلال. ولهذا قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا قلت الزنا حرام وهذه العلاقات والصداقات لا تحل، يقولون الجنس قضية بيولوجية لا دخل للدين فيها. طيب، والربا، الربا حرام، يقولون قضية اقتصادية بحتة لا علاقة للدين بها. ماشي. وحجاب المرأة، حجاب المرأة قالوا قضية شخصية وقد تخالف حرية الأنثى وتحررها من التقاليد والدين والعادات وتسلط الرجل عليها. ماشي، سلمنا، أخذتم كل شيء. إيش بقي؟ بقيت حرمة المقدسات الدينية، عدم المساس بها. حتى هذه لم يتركوها، فقالوا حرية التعبير والفن، جعلوا لكل مجال إلها خاصا به. الدولار إله، الإنتاج، الصالح القومي، المجتمع، الرأي العام، الموضة والتقاليع. إيش تركوا لله بعد ذلك؟ فهل يعقل أن يطالب مسلم بحلول مثل هذه التشريعات في بلاده؟ على كل حال، الإيمان ببعض الدعائم دون بعض أو فصل الدين عن الشريعة هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وعليه فتكذيب جزئية من جزئيات الاعتقاد وجزئيات الإيمان بالله مما ثبت بالكتاب والسنة ثبوتا قاطعا يعد كفرا أعاذني الله وإياكم. قد تقولون ما علاقة هذا بأركان الإيمان؟ العلاقة واضحة للعيان، وذلك لأن الإيمان يقابله الكفر ولا بد من معرفته. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقال عمر بن الخطاب الفاروق قال: من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. لا بد من معرفة الشيء ونقيضه. كما قال أيضا خطيب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري يقول: ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وضده.
ليعرف كل واحد منهما بصاحبه. فالنور يعرف بالظلمة، والعلم يعرف بالجهل، والخير يعرف بالشر، والنفع يعرف بالضر، والحلو يعرف بالمر، لقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم لننتقل إلى الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله، وهو لب القرآن وعليه مدار الإسلام، بل القرآن كله في تقرير هذا المبدأ وهو الإيمان بالله. لأن القرآن إما حديث مباشر عن الله أو يعني عن ذاته أو صفاته أو أسمائه أو أفعاله كآية الكرسي وسورة الإخلاص، وإما دعوة إلى عبادته وحده وترك عبادة ما سواه، وإما أمر بطاعته ونهي عن معصيته، وهذا من لوازم الإيمان، وإما إخبار عن أهل الإيمان وما فعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة، وهذا جزاء الإيمان، وإما إخبار عن أهل الكفر وأممهم الماضية والآتية وما إليه مآلهم، وهذا جزاء من ترك الإيمان بهم. ولهذا تكرر ذكر الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته 10,062 مرة في القرآن، وفي الصفحة الواحدة قرابة 20 مرة في المتوسط. الإيمان بالله أيها الإخوة مكون يعني يتكون من 4 عناصر. العنصر الأول الإيمان بوجود الله، وهو في الحقيقة من أظهر الأشياء وأبينها لمن لم يتنكر للحقائق، على حد قول القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا افتقر النهار إلى دليل. وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، كما قال الأعرابي بفطرته السليمة لما سئل: كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار وأنهار، ألا تدل على السميع العليم؟ الثاني الإيمان بربوبية الله، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه مقومات الإيمان بالله في العقيدة الإسلامية. وللأسف أصبح كثير من الناس يقصرون الإيمان بالله على النقطة الأولى منها، وهي الإيمان بوجوده فحسب، وهذا خلط وتخليط خطير. اسمعوا إلى هذه الآية، هذه الآيات نزلت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى تبوك في السنة 9 من الهجرة لغزو الروم. ماذا قال؟ قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق ممن؟ من الذين أوتوا الكتاب. الذي أريده هنا أن ألفت أنظاركم إلى الطائفة المعنية بهذا الكلام، أهل الكتاب، صحيح؟ وهل يكون الإنسان كتابياً إذا لم يؤمن بوجود الله وببعض الرسائل والرسالات؟ كلا، لا يكون. لكن الله تعالى ينفي عنهم الإيمان، الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون دين الحق. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله في عبادته، أشركوا معه الأنداد والأولياء، ووزعوا خالص حقه من تحليل الحرام والعكس إلى الأرباب، فكان ذلك موجباً لسلب وصف الإيمان عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.